تكسر ضوابط العلاقة الجنسية في فترة الحمل من أول الشهر لغاية آخر شهر؟ ضوابط العلاقة الجنسية في أول شهور الحمل. إحنا عندنا في الشهر الأول إذا تبين الحمل والترجيع مستمر يعني والحالة النفسية يعني ضائقة جدا، يفضل أن الزوج لا يقترب من زوجته تماما، يعني كل بينهم كلام طيب وحلو وبتاع. لكن في شاب مثلا هي بترجع باستمرار، فهو يروح يعمل الأكل، حلة الأكل ويأكلها لوحده. طب أنا أكل معاك ولا ما أنت بتاكلي ترجعي؟ يعني مادام بتاكلي ترجعي يبقى الأحسن إيه؟ ما تاكليش. طبعا ده قليل ذوق، ما تاكل وترجع ايه المشكله كده ولا ايه؟ ما تاكل وترجع. ها، فعايزين نقول انه خلي بالك المساله محتاجه توازنات، وهي اذا كنت انت بتحبها وتطبطب عليها مش تمنع نفسها ابدا، ده اذا كنت حنين. اما اذا كنت انت جلف كده وما عندكش لاهلك ذوق يعني ولا حاجه. ماشي. طيب ايه المشكلات اللي تنشا بعد الولاده؟ طبعا في مشاكل كتير بتنشا بعد الولاده، في قنبله هقول لك عليها، خلي بالك من الحته دي، حطها حلقه في ودنك. غريزه الامومه عند المراه اقوى من الجنس. خلي بالك بقى معايا، خد القنبله دي، غريزه الامومه اقوى من الجنس. يعني ايه؟ يعني هي ولدت وبقت حلوه قدام وخلاص بقى، بس لو ابنها وبنتها عيطت هتديك بالجزم. خلي بالك معايا، فاوعى تحط نفسك في مقارنه مع ابنها وبنتها. غريزه الامومه اقوى. حد فاهم؟ طبعا اغلب الازواج يقول دي بتحب ابنها اكتر مني، دي بتحب بنتها اكتر. ما هو كده، هي خلقتها كده. غريزه الامومه اقوى من الجنس. ممكن تتطلق من جوزها بس اوعى حد ياخد منها ابنها. الشاطر اللي يعمل الايه؟ التوازن. فهمت دي؟ طيب ايه تاني؟ معرفه طبيعه المراه العاطفيه. خلاص اهي بتصوت، بس المراه اللي بتصوت احسن من اللي بتكتب. اللي بتصوت وتهربد وانا هعمل وهسوي تعالى طلقني دلوقتي، لازم نسيب بعض المعروف وتزعق وتصوت وتكسر. ستي محترمه. نعم. طب يا دكتور، هو اول شهور الحمل بيبقى فيه خطر ان الجنين ممكن يجهض او حاجه، عادي العلاقه الجنسيه في اول فتره هو الحمل؟ ما انا قلت لك قبل كده ان الجنين ده قرد مسلسل بسلاسل حديد جوه. انما انا خايف المسها لا ينزل، وخايف لا الكح يروح واقع، وخايف لا تحزق في الحمام ينزل. الكلام ده مش مظبوط. فاذا كان الحمل ضعيف ونزل ايه المشكله؟ ربنا يرزقها بحمل قوي. انا قلت لك في بعض الستات عاوزه تسقط نفسها، تطلع الكنبه وتنط وتطلع السرير وتنط لحل ده يوقع جن، ما ده بيثبته اكتر. ماشي. خدنا اداب الجماع وشروطه، قلنا لا يجب ان يكون الجماع على جوع، ويجب ان يكون الجماع بعد النوم، ما يكونش قبل النوم. ما يصحش ابدا واحد يجي من الشغل الساعه 10 11 وياكل ويملى بطنه وهو تعبان جدا جدا ويجي جامع، يبقى عنده سرعه قذف مميته، لانه لازم يقذف. وطبعا عنده سرعه قذف كره زوجته وكره الدنيا فيه. لا، انا اسمي الله وانام براحتي خالص، واضحى اصلي الفجر وتبقى الدنيا حلوه، بطني فاضيه وعضلاتي حلوه والدنيا كويسه. ها، الاستمرار في العمل او الوظيفه، خلي بالك معايا، الاستمرار في العمل او الوظيفه مهم جدا جدا لاي انسان محترم، سواء للراجل او للست. وانا عايز اقول لك قنابل قنابل، احنا عندنا دلوقتي ازمه اخلاقيه كبيره جدا. عندنا زوجات كتير بتتجوز وتجيب عيل عيلين وجوزها فلسع، طلقها، سافر، عم كام في الاسر؟ 46% من الاسر تقودها امراه. فلو هي متعلمه، مدرسه، طبيبه، عندها متجر، عندها مشغل، هي ما بتشغلش الكلام ده، هي تشيل ولادها وتشيل اسره زي الفل، ما بتعيطش. صح؟ لكن لو هي لئيمه وقاعده بقى هنومه، قوم لما جوزها يموت بقى ولا يطلقها، ها؟ تدور بقى على سلالم تمسحها، تعمل محشي وتبيعه، اي نيله بقى. بس خلي بالك المجتمع مقفول، مش فاتح شغله لاي حد. لازم يكون عندك مهاره عشان اشغلك. انا مدرسه، جوزي مات، جوزي طلقني، جوزي جرى له اي حاجه، انا جاهزه. لكن لما استنى لما ابويا يموت وجوزي يموت وبعدين اشتغل. انا عايزك تفهم الثقافه دي. النبي عليه الصلاه والسلام كل بناته وزوجاته كانوا بيشتغلوا. السيده زينب ام المساكين كانت تغزل وتعلم البنات غزل الثياب، وكانت تبيع ما تنتج وتوزع، كلهم كانوا بيشتغلوا، مش حد قاعد. وقالت السيده عائشه رضي الله عنها: المغزل في يد المراه ليل نهار كالسيف في يد المجاهد. هو بيجاهد بسيف وبيجاهد بشغل. لا مكان لعاطل عندنا. لا مكان لواحده عماله تلعب في ضوافرها طول النهار وطول النهار ماسكه المحمول وطول الليل مشغله التكييف وقاعده عند التلفزيون. ده مجانين وفله، دي مش هتكمل، محدش يستحمل كده. وبعد ما تتطلع ويرموها في الشارع برضه عايز تقعد تعمل محمول وسهرانه انت ايه؟ جبله؟
ما عنديش اهل الدم. حبيب قلبي صلى على النبي، شغل البيت ده شغل الخدامين بيستهلك الطاقه وملوش اي لازمه. هفهمك انا، انا دلوقتي ممكن احوش مواعيني، مواعيني ياما مواعيني، واعملها نص ساعه قبل ما انام. ممكن اقعد في المطبخ طول النهار، كل اللي جاب لي طبق اغسله، كل اللي جاب لي طبق اغسله. واحنا عندنا اسر كله يخش ياكل، في واحد داخل الساعه 1 كل، واحد سنين كل، واحد الساعه 4 كل، في اسر كده. اقعد انا طول النهار اصبن؟ اذا شغل البيت ده بتاع الخدامين ده بيكسر الناس ويكسر الجسم ويجيب الناس رطوبه والم وزفت. يبقى انت بتدخره، انا بروق الشقه الصبح اروق قبل ما انام بس نص ساعه نص ساعه. يبقى ده يتيح لي فرصه ان انا اروح شغلي، اعلم الناس، ادرس الناس، اداوي الناس، اقعد في جمعيه خيريه، في حضانه، اخدم المجتمع، يبقى ليه خبره سكيلز، اشيل نفسي واشيل اخواتي واشيل ابويا وامي واشيل العيله كلها. مش كده ولا ايه؟ انما استنى لغايه لما الدنيا تخرب وبعدين اخرج؟ ها؟ غير. عندنا كمان علاج ظاهره الكذب. يعني ايه ظاهره الكذب؟ يعني احنا دلوقتي عندنا ناس كتير بتكذب، وفي اولاد بيكذبوا وهم صغيرين، واللي بيطلع بيكذب هو صغير بيطلع بيكذب هو كبير. هل يا ترى انت حاسس ان الكذب ده حاجه كويسه؟ على فكره اللي بيكذب يغش، ولا يزال العبد يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله ايه؟ كذابا، ولا يدخل الجنه ايه؟ كذاب. خلي بالك الحكايه دي، تتوب ما تتوبش لا يدخل الجنه كذاب. واول ما بنكذب بنكذب في الهزار ونكذب على بعض، وتلاقي عيل كده بيخبي حاجات ويكذب، وكل ما يعمل حاجه يكذب. الكذب ده والعز ولا بدايه شر، ده رايح في داهيه. لا لا يجوز. بص يا ابني من الاول كده صلى على النبي، يعني لا يجوز الكذب. يعني ايه لا يجوز؟ ولا حتى في الهزار. احنا بنهزر بنقول حاجه مثلا على راي، مثلا على راي كذا، كان في نكته بتقول كذا بس. انما انا االف على الناس اكاذيب، االف على الناس اكاذيب، حتى مؤلفي الروايات والبتاعات ما دول مؤلفي اكاذيب. لكن اذا كان له دليل من حقيقه او من جيران او كده يبقى هو بيحكي حقيقه. نعم. بس يجوز يا دكتور الكذب في العلاقه الجنسيه ما بين الزوج والزوجه؟ الكذب بين الزوج والزوجه هو كذب من النوع الراقي. انت اجمل واحده، انت ارق واحده، انت انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه، شعرك حرير رغم ان هو مقشر. يعني انت لازم تقول كلام حلو قوي قوي قوي، وهي طبعا تقول له ايه الشعر الجميل الناعم ده، وهو شعره خشن جدا مثلا. يعني تقول له ايه الجمال، ايه البق المسمسم ده، مناخيرك الحلوه دي، تفضل بقى تمدح في حاجات هي مش موجوده. بس هذا واجب. عن اداء زوجها الجنسي، هل المفروض تقول له ولا المفروض تتعامل معاه ان هو كويس من غير ما تقول له اي حاجه؟ لا لا صلى على النبي، لا لا، هي ممكن تتهاون في اي شيء الا الاداء. يعني هو نمره واحد نتعالج، في واحد عنده ضعف جنسي لازم يتعالج، انما تكبر ولا واقول الناس تقول عليا ايه وامي تقول عليا ايه، ما ينفعش، لازم تعالج. ما تعالجش خلاص، وهي تفرق يغني له كل من ساعتي. يعني هي متجوزه عشان ايه؟ ان من شر الناس الذي يكذب ويكذب حتى يضحك الناس، يقعد يكذب يكذب، الملائكه عماله تسجل عليك الكذيب. يعني خلي بالك بس، يعني الكذب الرسول حذرنا من الكذب، اياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وان العبد لا يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ويطلع بعد ما كبر عنده 40 50 سنه عمال يكتب تقارير كذب ويكذب على الناس وتاليفات كذب وقضايا كذب. يا كذاب كذاب، ولا يدخل الجنه، لا يدخل الجنه كذاب ابدا. هو نشط طول عمره كذب. ده الواحد يا اخي يعني لو كذب في حته صغيره كده يبقى هيموت. ليه هيموت؟ اضرب لك مثلا، كان في ولد صغير كان رايح في قافله، وامه ادته 100 دينار وعربطته محاولين وسطه، وقالت له يا بني لا تكذب، يا بني ايه لا تكذب. فطلعت عليهم عصابه من قطاع الطريق، ها 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 معاك كام يا ابني؟ انا معايا 100 دينار. فقال له الا تخاف ان اسرقها؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لاني عاهدت امي على الا اكذب. فقال له انت عاهدت امك على الا اكذب، وانا عاهدت ربي الا اخون ثم اخون، واطلق القافله كلها. فاللي انا عايز اقول لك عليه لا تكذب، احنا بقى عندنا الكذب من جاه. الراجل طالع بره، رايح فين؟ مش شغلك، انا راجل. راجل ايه يرحمك؟ يعني انت لو حد قطعك في الشارع ولا خدوا اعضائك دلوقتي نعمل ايه؟ يعني عايز اعرف بس. المفروض انا 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 نازل دلوقتي يا جماعه، انا نازل رايح الحته الفلانيه، لو اتونا كذا، امتى اخبي على الناس انا رايح فين داهيه؟ امتى؟ رايح اعمل حاجه غلط. فما فيش فيدي راجل وست، انت رايح فين داهيه؟
انا رايح في عند فلان الفلاني او هقعد مع فلان كذا في المكان الفلاني، لو عاوزيني كلموني في كذا. لكن انا رايح بقى باره وقهوه ورايح اقابل اصحاب السوق، محدش يسال عليا، انا راجل. راجل ايه يا عم انت؟ هو الراجل يبقى في الحرام؟ على فكره الزنا عند الرجاله هو الزنا عند الستات، يعني الراجل لو زنى يتجلد ده قبل الجواز، والمراه لو زنت تتجلد، صح؟ احنا عندنا بقى ايه؟ لو الراجل زنى عادي ده راجل هو بيحمل، بس البنت لو زنت واهلها ناس جامده يعملوا ايه؟ طب في رجاله يا دكتور بتبقى عايزه تعمل خير بس مش عايزه تقول لزوجاتها، فهل الصح ان هم يعرفوهم ولا يعمل من غير ما؟ صلى على النبي. في راجل عاوز يعمل خير ومش عاوز زوجته تعرف، ماشي، رايح يصل رحمه، هيزور امه وهيزور اخته، وده هيزعل مراته كذا كذا، ممكن ان في لمندوحه عن الكذب، ان في التوريه او ان في الايه يعني، قول ايه، ها يعني، في التوريه او في المداراة لمندوحة على الكذب. يعني ممكن انا ايه، سيدنا ابو بكر كان ماشي مع النبي محمد في الهجرة، مرة يمشي قدامه ومرة يمشي ورا، فيجي واحد الناس كلها عارفة ابو بكر عشان ابو بكر تاجر، فيقولون يا ابا بكر من معك؟ مين اللي معك؟ فيقول هاد يهديني الطريق. الناس عارفة للهادي ده مين، يعني الدليل، محدش يمشي في الصحراء من غير دليل، يتوه يموت، يقول هادي يهديني الطريق. فهو يقول هادي، النبي محمد هادي، صح، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فهو يقول هادي يهديني الطريق، فهو لم يكذب، لكن اللي قدامه فهمه. يعني في 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 ازمه خلق القران، العلماء كلهم قالوا القران مخلوق عشان يرضوا الناس الوحشه، ها، فجي على الامام الشافعي فبيقول له ايه، انت ماذا تقول عن القران؟ خلي بالك معايا، قال له انا، قال له ايوه انت، انا مخلوق، قال له اتفضل. كان بيتكلم عن مين ده؟ عن نفسه.